واحنا بنقدر فعلا زي ما حضرتك اشرت يا استاذ منى الى جهاد، انا بسميه جهاد الحقيقه، المستشار حسام الغرياني والمستشار احمد مكي. وانا بقول لشباب المحامين لازم يعرفوا تاريخ الناس دي، الناس دي القضاه دول العظام بذلوا من حياتهم ومن اوقاتهم جهد كبير من اجل معركه استقلال القضاء، هذا حقيقي. نعم. لذلك احنا لما بنختلف مع المستشار احمد مكي هو اختلاف محمود، هناك اخرين داخل البيت القضائي انجاز التعبير او في نادي القضاه انجاز التعبير، انا بعتبرها معركه وهميه عاوزين يصنعوها. انا شايف ان العدو المفترض او المحتمل قدامهم هو المحامين، معركتهم الان داخل البيت القضائي، يعني عاوزين يحتشدوا خلف قضيه. نعم. لانه اكيد اكيد لما هتحط في الميزان اللي ناضل من اجل استقلال القضاء واخر لم يفعل شيء في هذا، كفه الذي ناضل من اجل استقلال القضاء هتربح.